في خضم حرب ضروس على قطاع غزة المحاصرة منذ 312 يوما، تتجه الأنظار السياسية إلى العاصمة موسكو، إذ يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات رسمية مع المسؤولين الروس والسفراء العرب تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ويبدو أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمود عباس الذي أعلن عنه الكرملين قد يشهد مباحثات في كافة القضايا الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التفاقم الحالي للعدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموسكو، أكد أن بلاده مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، مشددا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفقا لحل الدولتين الذي يحترم القانون الدولي وبضمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة. بينما موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة من القضية الفلسطينية لم يتغير، إذ أنه يرى عدم إمكانية تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن التساؤل الأهم يدور حول قدرة الدب الروسي على دعم المشروع الوطني الفلسطيني ومدى إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام يلبي آمال وطموحات الشعب المحاصر.